سلام من الله عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من بين قوسين نناقش فيها وضع العمليه التعليميه في المناطق المحرره على الساحل الغربي. سنتان تقريبا مرت على اندحار ميليشيا الحوثي من مناطق الساحل الغربي، تحديدا مديريات غرب محافظة تعز وجنوب محافظة الحديدة. ورغم التواجد الملحوظ للتحالف في منطقة الساحل الغربي، خصوصا دولة الإمارات التي تستأثر بإدارة المعركة في هذه الجبهة من الدريمي وصولا إلى باب المندب، إلا أن الجانب الخدمي لم يشهد تطورا حقيقيا. ويبالغ التحالف عبر وسائل إعلامه بأرقام فلكية عن ما يقدمه من أعمال إغاثية، بينما حالات سوء التغذية الحاد منتشرة بين الناس ووضع النازحين من سيء إلى أسوأ. في الجانب التعليمي، لعل من المفاجأة القول أن آلاف الطلاب لم يعودوا إلى مدارسهم بسبب استخدامها من قبل ألوية عسكرية تتبع الإمارات، فضلا عن استخدام بعضها مخازن لبعض المنظمات الإغاثية أو للاحتفالات الكرنفالية. لماذا لا يزال طلاب عشرات المدارس خارج نطاق الدراسة، وما أسباب عدم عودتهم؟ سنناقش ذلك مع ضيوف الحلقة. معنا عبر الأقمار الإصطناعية سيكون معنا من العاصمة المؤقتة عدن نقيب المعلمين اليمنيين بمحافظة الحديدة طارق سرور، ومن مديرية الخوخة في الحديدة الناشط الحقوقي محمد خادم فرج، ومن تعز الصحفي أحمد مكيبر من أبناء مديرية المخا. أبدأ مع ضيفي عبر الأقمار الاصطناعية الأستاذ طارق سرور نقيب المعلمين اليمنيين بمحافظة الحديدة. سيد سرور، أسعد الله مساك بكل خير. مرحبا ومساء الخير عليك وعلى كافة مشاهدين قناة بلقيس. أهلا بك. يعني نتساءل اليوم عن وضع العملية التعليمية في المناطق المحررة في الساحل الغربي، والمعلومات الواردة من هناك تؤكد أن يعني لا يزال آلاف الطلاب خارج المدارس، وهناك الكثير من المدارس لا زالت مغلقة. نعم أخي الكريم، للأسف الشديد العملية التعليمية هي أحد أهم المواضيع التي تضررت من الحرب بشكل كامل. العملية التعليمية بأركانها الثلاثة، سواء إدارة أو تدريس أو طلاب، كانت أكثر المتضررين من هذه الحرب العبثية التي فرضتها علينا ميليشيا الحوثي الإجرامية. قضية توقف المدارس في الساحل الغربي أو بعض المدارس في الساحل الغربي هي جزئية من هذه العملية، ولكن أريد أن أوضح بأن استهداف العملية التعليمية كان مقصود، وكان استهداف مركز من قبل هذه الميليشيا. فمنذ بداية انقلاب 2014 تم اعتقال أعداد كبيرة جدا من التربويين والمعلمين باعتبارهم الفئة الأكثر تعليما والأكثر فهما، وهي التي ستوضح وستوعي المجتمع بأخطار هذه الميليشيا. عندنا إحصائيات بأن 80% من المعتقلين الميليشيات هم من المعلمين والتربويين. عندنا أكثر من 5 معلمين للأسف الشديد قضوا وماتوا تحت التعذيب في سجون هذه الميليشيا، سواء في الحديدة أو في باجل. هذا حول جانب المدرسين. كثير منهم أيضا اضطر إلى النزوح والهروب من المحافظة، بالتالي تأثرت العملية التعليمية بشكل كبير جدا. الشيء الجزء الثاني من أركان العملية، لو أتينا للسؤال الأهم هنا، نعم، من المسؤول عن بقاء عشرات المدارس في مناطق الساحل الغربي خارج نطاق التعليم، وآلاف الطلاب أيضا لا يجدون التعليم في هذه المناطق؟ طبيعي بالدرجة الأولى المسؤول هي السلطة المحلية، المسؤول هي الحكومة، المسؤول هو أيضا التحالف، وأخص هنا أو أحدد الإمارات وهي المسؤولة عن ملف الساحل الغربي. بالتالي كل هذه الجهات هي مسؤولة ومحاسبة على هذا التقصير. هناك تقصير واضح ومتعمد وتجاهل كبير من قبل الأطراف التي ذكرتها سابقا لإعادة العملية التعليمية في المناطق المحررة، وأهمها مديرية الخوخة، أول مديرية في محافظة الحديدة تحرر بشكل كامل
كنا نأمل أن تكون نموذجاً للمناطق المحررة من حيث جميع الخدمات وفي مقدمتها التعليم، لكن للأسف الشديد لم نرى شيئاً إيجابي يتحقق. هناك في مديرية الخوخة أكثر من مدرسة متوقفة، مدرسة الشهيد محمد إدريس ومدرسة الطليعة ومدرسة داود بن حجر ومجمع 22 مايو وجزء من مجمع الفتح وغيرها، المدارس على قلتها وعلى عدم وجود الخدمات أو توفر البنية الأساسية فيها، إلا أن هذه المدارس للأسف الشديد للآن والموسم الثاني على التوالي وهي مغلقة أمام الطلاب، علما بأن الطلاب ازداد عددهم في مدينة الخوخة كون هناك عدد كبير من النازحين سواء من المدينة أو من المديريات المجاورة نزح ولجأ إلى الخوخة ليجد التعليم الأفضل والصحة الأفضل، ولكن للأسف الشديد لم يجد شيئا. هناك بعض تفضل أكمل سيد طارق. فأقول أن هذه العملية للأسف الشديد عملية نأسف لعدم اهتمام التحالف بقضية التعليم الذي هي أهم قضايا يجب أن يهتم بها سواء التحالف أو الحكومة. لكن هنا سيد طارق نقطة مهمة في مسألة التحالف، يعني هو عبر الإعلام التابع للتحالف دائما ما يتحدثون خصوصا في مناطق الساحل الغربي والمديريات المحررة بأن الوضع الخدمي في هذه المناطق على أحسن حال من حيث التعليم ومن حيث الرعاية الصحية ومن جوانب كثيرة. كيف يعني نفهم هذا الأمر؟ الناس في الداخل ينفون هذا الشيء وهم يؤكدون في المقابل بأن كل شيء على ما يرام بل وبأحسن حال. كلام غير دقيق أخي الكريم، معاناة المواطنين تزداد بشكل أكبر في هذه المديريات المحررة. الكهرباء بالبداية كان هناك كهرباء لفترات محددة والآن انقطعت بشكل شبه كامل، حتى على مستوى رفع القمامة وما إلى ذلك تراكمت في هذه المديريات ولم تجد من يرفعها. قضية الصحة أيضا الناس تشتكي ولا يوجد هناك مستشفى واحد بشكل متكامل يقدم الخدمة للمواطنين في هذه المديريات. معظم المواطنين يلجأوا للأسف الشديد إلى محافظة عدن للحصول على الخدمة الصحية ويواجهوا الكثير من العقبات سواء من حيث التكاليف أو من حيث صعوبة الوصول أو الدخول إلى مدينة عدن، وهم مواطنين ذوي دخل محدود. القضية التعليمية أيضا لم تجد اهتمام، هناك اهتمام بسيط جدا من خلال ترميم أو طلاء بعض المدارس فقط، لكن العملية الأساسية هي في إعادة البنية التحتية لكثير من المدارس، في إخلاء المدارس من القوات العسكرية التي تحتلها أو تسكنها إلى الآن للأسف الشديد، من توفير المعلمين ودعمهم بشكل كامل، توفير الكتاب المدرسي أيضا لن يتم إلى الآن للأسف الشديد. العملية التعليمية بشكل كامل نستطيع أن نقول بأنها شبه متوقفة تماما. التقصير واضح ولا أحد يستطيع أن ينكر ذلك. إذن ابقى معي سيد طارق، وهنا نود أن ننوه بأنه يعني تلقينا وعد بأن يكون معنا في الحلقة مدير مكتب التربية في الخوخة وإبراهيم أجعش، ولكنه حاليا يتم التواصل معه ولا يرد أو لا يرد على الهاتف، وسينضم إلينا الآن من الخوخة الناشط الحقوقي هناك محمد خادم فرج. سيد محمد مساء الخير. مساء النور والعافية. أهلا بك سيد محمد، يعني ما واقع الحال فيما يتعلق بالدراسة والطلاب في مديرية الخوخة؟ في البداية أنا أشكر قناة بلقيس على استضافتها لنا، وحقيقة قناة بلقيس قناة متميزة ورائعة وتهتم يعني بالمواطنين في اليمن. ما يحصل في منطقتنا والساحل الغربي عموما وضع مؤسف ومزري للغاية جدا. على ما يبدو بأن ما يحصل هو عملية تدمير منهج للعملية التعليمية في الساحل الغربي. فمنذ سيطرة التحالف العربي على منطقتنا
والطلاب يعانون من عدم استكمال عمليتهم التعليمية. فمعظم المدارس في المديرية مغلقة لأنها وضعت شهر ثناء عسكرية لبعض قصائر المقاومة، وبعض المدارس وضعت كمخازن إغاثة لبعض المنظمات. وهناك أيضا مدرسين تم دخول يعني دخلوا في المقاومة وبسبب يعني ظروفهم دخلوا في المقاومة وإلى الآن لم يعودوا لمزاولة عملهم. الطلاب قطعت عنهم التعليم، وهذا يؤثر سلبا على 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 طلابنا ومستقبلهم. نعم، لكن يعني سيد محمد هناك بالمقابل يعني إعلام التحالف يتحدث عن أنه الوضع بات يعني على أحسن حال فيما يتعلق بالتعليم والجانب الخدمي في الكثير من مديريات الساحل الغربي، والخوخة هي إحدى المديريات. للأسف الشديد هذا ما نلاحظه نحن وغير ذلك. الحقيقة التحالف العربي قام بأمل الاطلاع على مدارسنا، في حين أن المدارس تفتقر إلى المنهج الدراسي وإلى غياب المدرسين، وهذا ما يدور الآن في الساحل الغربي بالتحديد. نعم، من هي الجهات تحديدا التي تسيطر على المدارس و يعني الكثير من الأماكن الخدمية في الخوخة؟ كما تعلمون أن المسيطر على الساحل الغربي كامل التحالف العربي بقيادة الإمارات والسعودية، ولكنهم إلى الآن لم يقوموا بما نراه نحن وما يحلم به المواطن. نحن كنا نحلم أن يكون التغيير ودخول المقاومة والتحالف الغربي أن يكون يعني تطور ملحوظ للتعليم في مستقبل أطفالنا وأبنائنا، لكن للأسف منذ سيطرتهم على منطقتنا لم نرى إلا تراجع في الخلق، وهذا ما شكل تراجع في ثقة المواطنين بالتحالف. نعم، يعني المدارس المتواجدة في الخوخة جميعها أو بعض المدارس المغلقة حتى الآن يعني هي ثكنات عسكرية لقوات تابعة للتحالف، أم أنها يعني مدارس لا زالت يعني هناك نازحين يقيمون في هذه المدارس ولم يتم حل هذه الإشكالية؟ لا نازحين أبدا في المدارس، بعض المدارس تم عملها كمؤخرات للقوات المقاتلة، وبعضها تم عملها كمخازن للإغاثة. بقينا وهود من بعض الفصائل المقاومة بخروج مسلحية، ولكن الآن لم يفوزوا على بهودهم. نعم، إذن ابقى معي سيد محمد. أعود لضيفنا عبر الأقمار الصناعية الأستاذ طارق سرور. يعني سيد طارق، يعني أنتم كنقابة يعني مختصة بالمعلمين، يعني أين هو دوركم في مسألة لفت الانتباه لما تتعرض له العملية التعليمية في مناطق الساحل؟ أخي الكريم، نحن كنقابة تهتم بفئة المعلمين تحديدا ومحاولة تحسين أوضاعهم ومتابعتهم. للأسف الشديد نحن جزء من الوضع الذي تعيشه البلاد، وكما ذكرت لك سابقا بأننا كنا كفئة معلمين من أول المستهدفين لدى الميليشيات الحوثي، ففعلا كان يعني أعضاء الهيئة الإدارية من أول المعتقلين لدى الميليشيات، ولا زال لدينا كثير من أعضاء اللجان النقابية في المديريات وفي المدارس رهن الاعتقال. فكنقابة نحن لازلنا مشتتين للأسف الشديد، لكن نحن نتواصل قدر الإمكان مع السلطة المحلية لمحاولة تصحيح الوضع، وكنا طالبنا بتعيين مدير مكتب تربية للمحافظة يبدأ بدوامه من مديرية الخوخة ويبدأ يرتب لمثل هذه الأعمال، وسيجد من يلتف حوله وسيجد الداعمين، لكن لابد من إيجاد هذا المدير النزيه والكفء، وستبدأ العملية تحاسب، وحتى يكون هناك
جهة نستطيع أن نذهب إليها أو نتابعها أو نحاسبها، لكن للأسف الشديد لم نجد أي تجاوب إلى الآن من قبل السلطة المحلية، وكأن التعليم آخر اهتماماتها. أحب أن أذكر بأننا في خطر كبير أمام تجريف وتغيير هوية الطالب وهوية المجتمع اليمني. الآن تعمل الميليشيات بشكل كبير على تغيير المناهج، تعمل على تغيير الإدارات، تعمل على ترديد الصرخة والأنشطة الحوثية في كافة المدارس، مما سيخرج لنا جيل متعصب، جيل ينكر حتى ثورة 26. يعني المناهج التي تدرس في بعض المدارس التي يعني باشرت العمل في بعض المديريات في الساحل الغربي، ما هو المنهج المستخدم في هذه المدارس؟ هل يعني المنهج التابع لوزارة التربية والتعليم في العاصمة المؤقتة، أم المنهج آتية من مناطق سيطرة الحوثي؟ لا، يحاول قدر الإمكان أن تكون المناهج هي المطبوعة منذ أو التي طبعت بموجب المناهج في عام 2014 قبل انقلاب ميليشيا الحوثي، وهذه عملية مهمة. ونحن نخشى فعلا على الجيل من أن يتأثر، من يطلع جيل عنده انفصام في الهوية، لا يستطيع أن يحدد ثوابته اليمنية والعربية والإسلامية. لهذا نطلق نداء عاجل للرئاسة وللحكومة وللسلطة المحلية، الاهتمام العاجل والسريع وتشكيل خلية طوارئ لإنقاذ التعليم، بحيث إنقاذ التعليم هو إنقاذ اليمن. نعم، نحن أمام تغيير وتحريف وطمس للهوية اليمنية، سواء للأسف الشديد في المناطق التي تحت سيطرة ميليشيا الحوثي، أو حتى وصل هذا التجريف للأسف الشديد في المناطق المحررة، أو بالأخص بالتحديد في بعض مدارس عدن الذي تحت سيطرة الانتقالي. هناك من يحاول يوميا فرض النشيد الجنوبي وفرض العلم الجنوبي، فأصبحنا بين ميليشيا الانتقالي وميليشيا الحوثي، تضيع هوية الجيل اليمني القادم. يعني هناك حتى في مناطق الساحل الغربي في محافظة الحديدة الانتقالي يعمل على فرض في مناطق الحديدة في لا, لا 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 انا خرجت بعيدا عن الحديدة، لكن بشكل عام عن وضع الطلاب. اذا وضحت الفكره، وضحت الفكره. لكن في الحديدة لا يوجد. جميل. اذا ابقى معي ومشاهدينا، يعني نكرر التنويه بانه حاولنا التواصل بالجهات الرسميه والمعنيه في وزاره التربيه والتعليم، حتى وزير التربيه والتعليم حاولنا الاتصال به، ولكن لا نجد رد على هذه الاتصالات حتى اللحظه. وسنرحب الان بضيفنا من تعز، احمد مكيبر، صحفي من ابناء مديريه المخا. سيد احمد، مساء الخير. أهلا بك سيد أحمد. يعني إذا ما تحدثنا عن المخا، يعني هي مركز إدارة عمليات التحالف في الساحل الغربي، والمدينة التي يعني مر أكثر من عام على تحريرها وربما عامين، هنا يعني نتساءل كيف هو وضع العملية التعليمية في هذه المدينة؟ بالنسبة للمخا، ما زال حتى اللحظة هناك يعني قصور في الأمنية التعليمية، خاصة أن بعض المدارس ما زالت فيها الجحود هو يتردد فيها، ولم يتمكن الطلاب من الوصول إليها ولم يتمكنوا من دراستها، ولم يجد نازلين من المنطقة في تلك المنطقة، والمنطقة كذلك يعني في مديرية الوزارة. طيب سيد أحمد، يعني نعتذر، هناك رداءة في الصوت، و يعني أتمنى أن تعود لمنطقة يعني تكون فيها شبكة بشكل أفضل، وسيعاود الزملاء التواصل بك مرة أخرى. أذهب الآن لضيفنا الناشط الحقوقي محمد خادم فرج من أبناء مديرية الخوخة، ونتساءل هنا. سيد محمد، هل تواصلتم مع القيادات العسكرية التي يعني القوات التابعة لها ما زالت داخل هذه المدارس، وطلبتم منهم إخلاء المدارس لكي تعود العملية التعليمية ورفضوا؟ يعني هل هناك تواصل معكم؟ إلى الآن لم يرفضوا التعليم، كلهم يعطونا ورود، ولكن إلى الآن لم يرفضوا.
يعني كل ما تتلقوه هو عبارة عن وعود كل ما طلبتم أم يعني ناقشتم مسألة التعليم؟ أستاذي نعم، في مدرسة الشهيدة قمعد الخاصة باللاجئين الإرتيليين كان اللواء في أمره كمؤخرة، لكن استجاب قائد اللواء ابن الخوفة يحيى ويس عبد الله وخرج مسلحيه من المدرسة، هو الوحيد الذي تجاوب إلى الآن معنا. نعم، لكن بالنسبة للسلطة المحلية في مديرية الخوخة، يعني كيف وضع السلطة المحلية في التعامل مع العملية التعليمية في المديرية؟ للأسف السلطة المحلية في المديرية ليس بها أي شيء. نعم، إذن وضحت الصورة، أشكرك جزيلا. أو سنعود إليك مرة أخرى سيد محمد. نعود لضيفنا الآخر أحمد مكيبر من محافظة تعز، وهو أحد أبناء مدينة المخا. سيد أحمد، يعني أتمنى أن تكون قد حلت مشكلة الصوت الحاصلة، ونتساءل هنا يعني كيف هو وضع العملية التعليمية في مدينة المخا؟ وضع العملية التعليمية في مدينة المخا لا زال هناك الكثير من المدارس فيها نازحون ولم يستطيعوا يعني ولم يستطيعوا الطلاب الوصول إليها بسبب أن هناك يعني نازحين من المناطق القريبة من مديرية المخا، وبالتالي فإن ما يحدث في المخا هناك تقصير نظرا للجو العام أو الوضع العام في تلك المناطق التابعة لمحافظة تعز، سواء في المخا، موزع، الوازعية. غياب مؤسسات الدولة هو أسهم في غياب العملية التعليمية لدى أبناء تلك المناطق، وبالتالي إذا ما تحدثنا إلى وجود القصور نجد أن القصور تتمثل في يعني مدارس أصبحت فيها نازحين، الطلاب الأغلبية منهم تجند في معسكرات التحالف، وبالتالي يعني القوة البشرية لتلك للطلاب لم تعد كما كانت، وذلك لعدم وجود يعني الحوافز التي كانت قبل الحرب، بالتالي نستطيع القول بأن العملية التعليمية فيها قصور جدا، وهو كما أشرت لك ونتمنى أن يكون توجه لدى مؤسسات الدولة في تعز أن تحضر إلى تلك المناطق ولا تصبح مجرد اختبارات يعني عبثية، يعني مجرد أن يأتي باختبار ويصبح الطالب يعني يختبر مجرد الحصول على الشهادة فقط. نعم، لكن سيد أحمد يعني أنت تتحدث هنا عن السلطة المحلية أو مكتب التربية، كيف يعني تخاطبهم في تعز؟ كيف لهم أن يقومون بهذه المهام والإمارات هي من تسيطر فعليا على هذه المدينة؟ وأيضا سؤال أهم هو فيما يتعلق بالمدارس التي لا زال يقيم فيها نازحين حتى الآن كما أشرت، يعني كيف نفهم هذا الأمر هناك؟ يعني هذه المدينة حررت منذ سنتين، وإعلام أيضا التحالف يتحدث عن أنه يعني قد طبعت الحياة بشكل كامل في المخا والكثير من المديريات على الساحل الغربي. هو بالفعل الإمارات لا زالت هي التي تسيطر على تلك المناطق، وبالتالي هناك بعض التحركات قد ربما تكون صحيحة أم لا من غياب دور المؤسسات التعليمية وكذلك غيرها من المؤسسات التنموية والحكومية بالذات، يعني من غيابها المتواجدة في تعز، غيابها ودورها في تلك المناطق، وبالتالي نستطيع القول بأن كان بالإمكان على التحالف العربي أن يتيح الفرصة لمدينة أو لمحافظة تعز أن تعمل بكل مؤسساتها في تلك المناطق، وأن يصبح الجميع يعني تحت إطار يعني تحت إطار العمل المشترك، لكن ما حدث أنه حتى اللحظة هناك يعني سلطة أمر واقع
لا تأتمر بأوامر تعز، وكما أشرت في أكثر من لقاء بأن يعني وضع تلك المناطق يعني خمس مديريات أربع مديريات تحديدا موزع والوزعية والذباب المندب والمخا لا زالت تحت يعني خارج نطاق إدارة محافظة تعز بجميع المؤسسات. ما يحدث يعني هو غياب يعني من الاستفادة من تلك المؤسسات التعليمية، وبالتالي نجد أن هناك قصور في جميع المؤسسات من ضمن ذلك التعليم. التعليم اليوم أصبحت كما أشرت لك أن هناك مدارس لا زال فيها الناس بحر، وهناك مدارس قصفها التحالف ولم يتم بناءها، وهناك تجنيد كبير لأبناء المناطق و يعني لم يتوجهوا الى مدارسين. تخيل يعني حوالي سبعة طلاب في مدارس صف يعني او في فصل في فصل من الفصول اشرنا له في منشور يعني في احدى في صفحاتنا في صفحات التواصل الاجتماعي يعني بمدرسه في الوزعيه. الكثير من يعني الكثير من ابناء تلك المناطق يعانون من غياب المؤسسات الدوله ومنها المؤسسه التعليميه. نعم، لكن أفهم منك يعني أن ما يقوله الإعلام التابع للتحالف متناقض تماما مع الواقع ومع ما ذكرته الآن. هو بالفعل يعني متناقض تماما، ولا يعني توجد يعني مجرد تصوير ومجرد يعني أخذ موقف بأن هناك توافق للتحالف وأنه من يسعى لتبنية تلك المناطق، لكن بالفعل هناك معاناة. تخيل إلى الآن يعني لو خرجنا من الموضوع تماما نجد أن المخا وفيها المحطة البخارية لها 100 ويعني 100 يعني حوالي يعني 6 أشهر بدون كهرباء تعيش مدينة المخا، وهي تنتج هذه المحطة كانت 160 ميجاوات، كانت حلول ترقيعية وتواجد كاميرات وإعلام، وأصبح الناس يعلمون وصامتون. يعني المتحدث هناك يعني موقع يعني تتخذه تلك السلطات بموقف الخائن وموقف الذي يريد أن يعبث باستقرار تلك المناطق، وبالتالي نستطيع القول بأن هناك عبث وغياب إعلامي عن ما يدور في تلك المناطق. وكسلطة تعز ربما لا يعني اتمنى ان يكون هناك ضيف من 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 المؤسسات التعليميه او من السلطه القائمه التنفيذيه في تعز ان يكون هنا في يعني يكون في الحلقه ضيف يتحدث عن ماذا عمل في تلك المناطق ويوضح لكم ماذا انجز من خلال ما يعني ما تمر به تلك المناطق من خدمات. للأسف صفر باعتقادي لأننا أتابع عن كثب ما يدور في المناطق، منها خاصة كما أشرت لك التعليم. هناك توافق صحيح منظمات، المنظمات يعني قليلة جدا يعني قليلة ولا تستعمل للنازحين. مبالغ أبناء المناطق المحرومين من التعليم، المحرومين من الكهرباء، المحرومين من المياه مالحة، يعني وضع مأساوي في ظل غياب. نعم، إذا جميل، سأعود إليك، ابقى معي سيد أحمد صحفي من أبناء المخا، سأعود إليك لاحقا. أعود لي سيد طارق سرور نقيب المعلمين اليمنيين بمحافظة الحديدة. يعني سيد طارق، يعني منذ عامين ويعني الكثير من مديريات الساحل الغربي محررة تماما من سيطرة الميليشيا، نتساءل هنا أين هو دور المحافظ والسلطة المحلية في يعني أجزاء بسيطة من محافظة الحديدة التي هي يعني ضمن مسؤوليتهم؟ يعني هنا مديريتين لم يستطيعوا تطبيع الحياة فيها خلال عامين. نعم أخي الكريم، وللتوضيح هي مديرية واحدة المحررة بشكل كامل، وهي مديرية الخوخة، بينما بقية المديريات لا تزال أجزاء كبيرة. إذا أخذنا على وجه التحديد الخوخة، أين السلطة المحلية وأين المحافظ هنا؟ السلطة المحلية شبه غائبة نتيجة عدم أيضا توافق بين السلطة المحلية بنفسها، نتيجة الوضع أيضا هي تواجه إحراجات كبيرة من قبل الشرعية ومن قبل المسيطر على الوضع هناك وهي الإمارات. السلطة المحلية أيضا بدون إمكانيات كبيرة. لكي نكون منصفين أيضا،
لا نحمل السلطة المحلية كامل هذا التقصير، وإن كانت هي المسؤولة الأولى والمباشرة أمامنا باعتبارها سلطة محلية عن المحافظة، لكن أقول سواء بالذات عن العملية التعليمية لا نحمل السلطة المحلية كافة المسؤولية، كون العملية أكبر منها تحتاج إلى اهتمام كبير من قبل الحكومة، من قبل أيضا الرئاسة، حيث أن العملية التعليمية تحتاج إلى طباعة الكتاب، تحتاج إلى إعادة ترميم المدارس، تحتاج إلى استمرار صرف الرواتب، وتحتاج إلى أشياء كبيرة هي أكبر من السلطة المحلية. وهل يعقل أن الدولة والحكومة يعني ترفض أن تؤمن هذه الأشياء لمديرية الساحل المحررة كوزارة تربية وتعليم وك يعني حكومة يمنية في عندما كانت في العاصمة المؤقتة عدن في الفترات الماضية؟ هل بالفعل يعني لا تستطيع تقديم الأمور الأساسية ككتاب وأيضا تطبيع الوضع التعليمي في هذه المديرية التي هي محررة كما ذكرتها؟ أخي الكريم، الحكومة للأسف الشديد هناك تقصير أيضا واضح من الحكومة، إذا كان حول الكتاب المدرسي لم يطبع بالرغم من أن هناك منحة من قبل اليونيسف ومنحة من قبل مركز الملك سلمان لطباعة الكتاب المدرسي، لكن للأسف الشديد وجه هذا الأمر بأن ميليشيا الحوثي تريد أن تطبع بما يتوافق مع أفكارها، وللأسف الشديد تم طباعة جزء كبير وعلى حساب اليونيسف. أيضا الحكومة لم توافق على طباعة الكتاب المدرسي لكافة المراحل، هناك حسابات أخرى أيضا عند المجلس الانتقالي للأسف الشديد، والذي طبع هو كتب المرحلة من الصف الأول إلى الصف الثالث ابتدائي أو الثالث أساسي فقط. فأقول الحكومة أيضا لها دور كبير في هذا العبث، لكن السلطة المحلية هي معنية بالدرجة الأولى أمامنا، وأيضا هي قادرة أن تلعب دور أكثر إيجابية في تحسين الوضع التعليمي بالدرجة الأولى، وهو ما نناقشه الآن، وذلك بداية من تعيين مدير لمكتب التربية وتعيين كادر لمكتب التربية يتحمل مسؤوليته في المتابعة مع سواء مع الحكومة أو مع المنظمات أو مع السلطة المحلية في المديرية، وهم قادرين على أن يعملوا شيء. لكن نتيجة لعدم تعيين مدير عام لمكتب التربية في المحافظة فالتربية مشلولة تماما. هنا نؤكد ونناشد للمحافظ السلطة للمحافظ الحديدة الدكتور حسن طاهر بأن عليه الاهتمام بالعملية التعليمية، بداية من تعيين مدير كفؤ لمكتب التربية، وعليه الابتعاد عن الإحراجات وتقديم مصلحة المحافظة بالدرجة الأولى، وتعيين مدير بعيد عن أي حسابات، وعليه أن يكون أكثر إيجابية في هذا المجال، وسيجد الجميع بجانبه. هناك منظمات تريد أن تقدم الكثير، لا تجد إطار يعطيها معلومات أو إطار يحتويها أو إطار يستطيع أن يكون دليلا لها في المناطق المحررة. جميل، إذن تكرم بالبقاء معي. أعود للناشط الحقوقي محمد خادم فرج من أبناء الخوخة. هنا تساؤل أخير سيد محمد، من هي الجهة التي اليوم بإمكانها يعني تصحيح الوضع في الخوخة وحل مشكلة التعليم في المديرية؟ التحالف العربي هو الوحيد القادر على تطبيق الوضع التعليمي في مناطق الساحل الغربي. نعم، إذن يعني هنا نتساءل عن رسالة أخيرة تود قولها من خلال هذه الحلقة. نوجه رسالة وهي من أهالي وأولياء أمور الطلاب في الخوخة، نوجهها إلى وزارة التربية والتعليم أنهم يفعلوا دورهم في مناطق الساحل الغربي، وأن هؤلاء هذه مسؤولية على مسؤولية كبيرة عليهم، وأن انقطاع أبنائنا وطلابنا عن مواصلة تعليمهم سيؤدي بهم إلى سينتج أنه أثر سلبي في نفوس الطلاب.
نعم، إذن وضحت الصورة. أشكرك جزيل الشكر سيد محمد خادم فرج ناشط حقوقي من أبناء الخوخة، شكرا لك. وأعود للصحفي أحمد مكيبر من أبناء المخا. يعني سيد أحمد، يقال أو يمكن، هل يمكن القول بأن مديرية أو مدينة كالمخا وبارتباطها بجبهات عسكرية قريبة تحدث فيها مواجهات بين فترة وأخرى، هل يمكن القول أنه من الضرورة تقتضي في أن تبقى بعض المدارس يعني خالية من التعليم لأغراض إنسانية أو عسكرية؟ ما تعليقك؟ نعم، فيما يخص القول بأن هذه الأصل أن تكون المدارس بعيدة عن هذه التحركات العسكرية. اليوم مدينة المخا العام الثالث، والكل يعرف أن مدينة المخا والمناطق المجاورة لها تحررت. يفترض أن يكون هناك يعني مؤسسة تعليمية، وأن يكون هناك دور مهم جدا في كيف يعني معالجة آثار الحرب للطلاب الذين التحقوا بالجبهات واصبحوا اليوم يعني يذهبوا من الجبهات ويتركون المدارس. لكن يحدث عكس تماما، لا يوجد برامج توعويه او برامج تستوعب تلك اولئك الطلاب، وبالتالي اصبحت العمليه التعليميه في مديريه المخا ومناطق الساحل تقريبا الجنب بالتحديد، يعني موزع والوازعية وذباب المندب والمخا، نتكلم عن 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 هذه المناطق لأنها قريبة عن بعض، أصبحت يعني ضياع العملية التعليمية ما بين الطلاب في المدارس والجبهات، وما بين أن المدارس أصبحت مشلولة وأصبح الناجحون فيها، وبدأت يعني مدرستين بالتحديد أهميتين داخل المخا وهي لا تكفي بالغرض. نعم. لكن من هي الجهة التي يعني بيدها حل هذه الإشكالية التي تصفها؟ تحدث الوقت قبل قليل كان من الأصل أن يكون ضيفنا من يعني من 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 يعني من إدارة التربية بمحافظة تعز. ما هي أوجه القصور؟ كان يفترض أن يكون هنا حضور لمكتب التربية بمحافظة تعز، يتحدثون عن أوضاع القصور، ما الذي جعلهم يعني شبه مشلولين عن تواجدهم في المخا؟ اليوم لا زالت تلك المناطق الساحلية التابعة لمحافظة تعز مشلولة التعليم، وكان من المفترض أن يكون هذا السؤال موجه إلى مكتب التربية والتعليم. هو فيما يتعلق بالمخا وارتباطها بتعز، هنا المسألة واضحة، يعني فيما يتعلق بالوضع ما بين المخا وتعز، حتى محافظ محافظة لا يستطيع زيارة هذه المدينة، فما بالك ب يعني أن تعمل السلطة المحلية بكامل الصلاحيات في هذه المدينة. يعني نتساءل هنا أو نطرح لك المجال في أن تتحدث برسالة تود قولها من خلال هذا البرنامج. هنا ينبغي على التحالف العربي، يعني نحن رأينا يعني بالتحديد، أود أن أطرح، رأينا وجود يعني اسم تحالف عربي لكنها تواجد إماراتي، كيف توقيف من المخا، كيف العملية يعني العملية التنموية يعني يصبح مسألة مظاهر إعلامية، يعني يتحمل المسؤولية هنا التحالف العربي إن كان جادا في إعادة الاعتبار للعملية التعليمية ولتلك المؤسسات التعليمية في مناطق هو يعني تخضع له. كان يفترض أن يعني غياب هذه المؤسسات أن يكون يعني معاونا لها مساعدا لها، لكن ما يحدث حقيقة هو يعني عكس ذلك، ولا نعرف إلى متى يظل هذا الوضع. نعم، أشكرك جزيل الشكر الصحفي أحمد مكيبر من أبناء المخا، كنت معنا من تعز. وأعود هنا لضيفنا سيد طارق سرور. سيد طارق، ماذا عن حيس؟ هناك يعني 12 ألف طالب في هذه المديرية، من عادوا إلى التعليم كما يعني تتحدث الأرقام 5000 طالب فقط، ماذا عن البقية؟ نعم أخي الكريم، والمشكلة هي تقريبا واحدة أو قريبة من بعض في كافة المديريات، مما يضاعف مشكلة حيس بأنها مديرية منقسمة إلى جزئين،
مركز المديرية مع مع الشرعية، بينما بقية أجزاء المديرية لا زالت تحت سيطرة الميليشيا، وهذا مما يضاعف المشكلة سواء من حيث الضغط على المدرسين، سواء من حيث كما ذكرت سابقا تحريف المنهج وإجبارهم على أداء الأنشطة المخالفة لأطر التربية والتعليم لثوابتنا اليمنية والعربية والإسلامية. أيضا حيث تعاني من مشاكل أكثر، صار الطلاب يوميا وهم ذاهبون أو عائدون إلى المدرسة مهددون بانفجار الألغام فيهم للأسف الشديد، وهذه مشكلة كبيرة تعاني منها حيث على وجه التحديد. صار الطلاب وأولياء أمورهم أيضا يعانون من قصف الميليشيات إلى منازلهم، مما يضاعف من معاناتهم ويمنعهم من الذهاب إلى المدارس، فحيث نتيجة عدم تحريرها بشكل كامل تعاني وتدفع ضريبة كبرى سواء في الوضع التعليمي أو الوضع الصحي أو وضع المواطن بشكل عام، حتى على مستوى التنقل بين أجزاء المديرية هو يواجه صعوبات كثيرة ومتعددة. وهنا نأمل من التحالف اتخاذ قرار تحرير حيث بشكل كامل، والعمل على إنهاء معاناة أهالي مديرية حيث الذين يموتون يومياً وبدم بارد للأسف الشديد ولا أحد يلتفت إليه. سيد طارق، هنا نقطة أخيرة فيما يتعلق بالمعلمين، وأنت ك يعني نقيب المعلمين اليمنيين بمحافظة الحديدة، هناك كما يقال بأن كثير من المعلمين ذهبوا إلى الجبهات وينظرون إلى أن الجبهات يعني تقدم لهم دخل أفضل ومستقر مقارنة بالعملية التعليمية، كيف يمكن مواجهة هذه الإشكالية؟ نعم للأسف الشديد، لكن كثير من المعلمين هم ذهبوا إلى الجبهات بدافع الوطني ولتحرير مناطقهم ولمواجهة ميليشيا الحوثي الإنقلابية، ومتى ما تعود الحياة الطبيعية إلى مديرياتهم سيكون هناك من الطبيعي عودتهم إلى مدارسهم. فالوضع يتمثل في عودة الحياة واستكمال تحرير هذه المديريات، عندها ستجد المعلمين كل في مدرسته بإذن الله تعالى. نعم، إذن أشكرك جزيل الشكر سيد طارق سرور نقيب المعلمين اليمنيين في محافظة الحديدة، كنت معنا من العاصمة المؤقتة عدن، شكرا جزيلا لك. ومشاهدينا نكتفي بهذا القدر ونصل إلى ختام حلقة الليلة، أشكر جميع ضيوفي، وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات منتج هذا البرنامج الزميل وديع عطا، ومن الإعداد والتنسيق الزميلة إلهام عامر، ومن جميع أفراد طاقم العمل، حتى الملتقى في أمان الله.